في الأوطان من أجل النعم، فلا تنمية ولا علم ولا حضارة بالعم. وينبغي الاستمرار في تكاتف الجهود للمحافظة على هذه النعمة والتوعية بأهميتها. وإننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، نعقد عليه بعد الله عملا كبيرا في بناء وطنه والشعوب المسؤولية تجاهه. أيها المواطنون والمواطنات، إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، وأتطلع إلى إسهام الجميع في حفظ الوطن.